لا نبدا الاول حته حته. طب اتفضل. ايه اللي حصل؟ نعم. في الايام دي. نعم. احنا النهارده اليوم 130. نعم. في بدء القتال يوم 7 اكتوبر. فجاه يا احمد الاسبوعين اللي فاتوا الدنيا اتكعبلت في الشرق الاوسط. نعم. يعني كانت الفتره اللي فاتت حماس موجوده في غزه، شمال غزه، وسط غزه، خان يونس، والقتال بيتم، وشويه نعكشه فوق مع حزب الله فين؟ نعم. في لبنان. لبنان. واحنا قلنا حزب الله مش هيدخل. نعم. وما دخلش. وما دخلش. فجاه الامور بدات تطلع بره السيطره. اول حاجه فوجئنا ان البحر الاحمر والتجاره العالميه حصل فيها دوشه. نعم. قناه السويس النهارده اغرب خبر سمعته، سفينه حامله اغنام جايه من استراليا جايبه 46 الف راس ماشيه جت تخش البحر الاحمر، خافت لو لفت حوالين راس الرجاء الصالح 17 يوم. الاغنام اللي موجوده مش معمول لها اكل غير بحر احمر قناه السويس تسلم. نعم. عارف رجعوا فين؟ دي اللي بقى لها كام يوم ولفت. رجعوا استراليا. استراليا. تخيل. انت شوف التاثير اللي حصل ايه. نعم. ان سفينه اغنام مش قادره تخش البحر الاحمر ورجعت تاني استراليا. نعم. اذا الموقف الجديد اللي اتغير، الاحداث اللي حصلت في البحر الاحمر وبالتالي اثرت على الملاحه على التجاره العالميه. نعم. زادت 17 يوم. نعم. تكاليف الوقود. نعم. تكاليف المده. نعم. التامين زاد، اسعار زادت. فده عامل جديد. كويس. العامل الثاني فوجئوا لقينا 3 قتلى امريكان في الاردن. الاردن في الموقع الامريكاني. نعم. امريكا ردت، بدات تحصل في العراق مشكله جديده. نعم. ان الامن القومي العراقي استنفذ. نعم. انت دخلت في بلدي وضربتها. نعم. بدات العراق النهارده تقول الاثنين قاعده امريكيه لازم يمشوا. نعم. فانت قلبت عليك الناس اللي فين؟ نعم. اللي في العراق. العراق. يبقى نمره 1 قناه السويس عامل جديد. نعم. نمره 2 العراق بدات تثور. نعم. نمره 3 بدا يبقى في تنشن بين مصر واسرائيل. على المنطقه الحدوديه. نعم. فانت بص امريكا، احنا لازم نبقى عارفين امريكا هي الاساس. امريكا لقت ان في متغيرات جديده ممكن الموضوع يزيد. من هنا جو بايدن اتحرك، واحنا برضو بنحلل ايه اللي حصل. راح بعت لنا بلينكن. جه بلينكن الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات خامس مره. نعم. يجي في الاربع اشهر. ما حصلتش ان وزير خارجيه امريكا يطلع الا لا بالمنظر ده. نعم. خمس مرات. جه اقول كلمه دبلوماسيه، لم يوفق في الزياره. ازاي؟ ليه؟ او فشل. فشل. نعم فشل. انما بنقول بس كده بكلمه مهذبه. نعم. فشل. ازاي بقى؟ زي بتقولوا اي كلام؟ لا مش اي كلام. نعم. اخر مره كان فين؟ محطه اسرائيل. نعم. لما انت تبقى وزير خارجيه امريكا وسايب المكان وماشي، بتعمل مؤتمر صحفي ومعاك مين؟ رئيس الوزراء. نعم. او وزير الخارجيه. نعم. لكن ده يومها مين؟ نتنياهو عمل مؤتمر صحفي لوحده. ايوه. وبلينكن عمل مؤتمر صحفي لوحده. نعم. وراح ماشي. ده معناه غضب. غضب. وان بلينكن لم يوفق في. نعم. نقل الرساله بتاعت. نعم. مين؟ جو بايدن. جو بايدن. لان احنا عايزين بقى نلم الموضوع في المنطقه. نعم. الطرف الثاني جو بايدن في امريكا داخل في انتخابات. ترامب. مع قصاده ترامب طبعا. نعم. وترامب النهارده متفوق عليه، كانوا 4 نقط امبارح. نعم. بعد الكلام اللي حصل ده. نعم. بقوا 6. 6. بقى النهارده ترامب متفوق. على جو بايدن. نعم. الشارع الامريكي زعلان. نعم. ومتعاطف مع مين؟ مع الشعب الفلسطيني. وليست القضيه. نعم. تفرق بكلامي واضح. الشعب. الشعب الامريكي متعاطف مع الشعب الفلسطيني. الناس اللي بتتقتل. الناس اللي بتتقتل والاطفال، وبدا يقول لك الله انا بتاخد مني ضرايب عشان تجيب بيها سلاح لاسرائيل. نعم. يموتوا ده. نعم. يبقى فبدا جو بايدن يحسن. نعم. موقفه، محاوله تغيير الصوره، تغيير الصوره داخل امريكا. كويس. كل العوامل دي مع فشل بقى زي ما انت قلت، فشل بلينكن. وزير الخارجيه ورجع ما عملش حاجه. هنا بدا بقى بدا جو بايدن رئيس امريكي يتدخل. نعم. عمل ايه بقى؟ بعد شهرين راح مكلم مين؟ نعم. نتنياهو في التليفون. نعم. نشوف المكالمة دي بقى حصل فيها ايه. نشوف. المكالمة دي على فكرة عرضها الإذاعة الإسرائيلية. يعني ايه
متغلفة بطريقة تخدم الإسرائيليين. نعم. لكن أنا هيبقى ليها تعليق عليها بعد كده. نشوف. طيب. المكالمة. نشوف.